مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى مؤتمر لجنة الدفاع عن متظاهري مصر بشأن معتقلي أحداث العباسية، فإلى هناك. الاعتداءات اللفظية التي قامت بها عساكر وضباط الشرطة العسكرية. إزاء هذا الوضع تقدمنا كجبهة الدفاع عن متظاهري مصر بطلب إلى السيد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري. طلبنا بشكل واضح فيه بإحالة جميع المصابين في الأحداث والذين يتواجدون داخل سجون ترى تحقيق استقبال استئناف المؤسسة العقابية، جميعهم من هو مصاب منهم إلى المستشفيات المناسبة لاستكمال علاجهم. وأيضا طلبنا بزيارة وفد من نقابة أطباء مصر هيكون مجرد من أي انتماءات لزيارة هؤلاء المتهمين ورؤياهم رؤية العين ومن يحتاج منهم إلى العلاج والإحالة إلى المستشفى المناسب للعلاج. هذا الطلب تم إحالته بمتابعته بعد ذلك إلى المدعي العسكري. أيضا طلبنا طلب ثاني من رئيس هيئة القضاء العسكري وهو متعلق بإحالة جميع التحقيقات وأوراق القضية إلى النيابة العامة، واستندنا إلى تجارب مماثلة حدثت بالسابق وهي إحالة جزء من قضية السفارة الإسرائيلية وأيضا جزء من قضية مسبيرو إلى القضاء العادي المدني. وكان رد السيد رئيس هيئة القضاء العسكري لنا كمحامين شفاهة بأننا المختصون وأن هذا الاختصاص من الاختصاص العام، ولكن كان ردنا أننا نستند إلى نصوص واتفاقيات حقوق الإنسان وخاصة ما صدقت عليه مصر وأصبح تشريعا داخليا يعامل مثل القانون الداخلي، وهذا التشريع الدولي يجب أي تشريع آخر. واستندنا إلى نص المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص بشكل واضح وصريح وضوح الشمس أن كل متهم يمثل أمام قاضيه الطبيعي وأمام محكمة مستقلة ومحايدة. أيضا بالنسبة للطلبة استطعنا أن نحصل على إخلاء سبيل لكل الطلبة ما عدا طالب حتى هذه اللحظة محبوس احتياطيا. بالنسبة لأحداث العباسية تحديدا، بالنسبة للصحفيين أيضا استطعنا أن نحصل على إخلاء سبيل، ما زال حتى هذه اللحظة بعض المهنيين محبوسين من المحامين وأيضا بعض المصابين من المعتقلين، والذين هددوا في بيان نما إلى علمنا كمحامين أن هذا البيان صدر من هؤلاء المعتقلين بأنهم سيبدأون في إضراب عن الطعام مفتوح بدءا من تاريخ يوم 20. أيضا ما أحب التنويه عنه أننا تقدمنا بطلب إلى رئيس نيابة شمال العسكرية حيث نما إلى علمنا أن هناك أحد المضربين عن الطعام من المتهمين اسمه أشرف شحاتة السعيد، وقد تقدمنا بطلب إلى رئيس نيابة شمال العسكرية وذلك للتحقيق في الواقعة وإحالة هذا المضرب عن الطعام إلى المستشفى المناسب وأيضا زيارة محامي الجبهة لهذا المتهم، ولكن امتنع رئيس نيابة شمال العسكرية عن قبول هذا البلاغ وقرر لنا كمحامين بإحالة هذا البلاغ إلى المحكمة التي تنظر في استئناف قرار حبسه الاحتياطي. أيضا الاتهامات التي وجهت إلى المتهمين هي ذات الاتهامات التي كان يوجهها النظام السابق النظام الحالي المستمر لكل المعارضين له ولكل المتظاهرين ولكل الثوار، وهي اتهامات مطاطة خاصة وأن كل المتهمين حتى هذه اللحظة لا يوجد أدلة إدانة واضحة ضدهم، لا توجد أدلة إثبات وإسناد ضد هؤلاء المتهمين، فاتهامات على الشيوع مثل اتهامات التجمهر والتواجد في منطقة عسكرية وأيضا الاعتداء على موظفي أو ضباط وعساكر وحدات الصف للقوات المسلحة. كل هذه الاتهامات لم تكتفي بها النيابة العسكرية بل وجهت اتهام غريب للمتهمين وهو الانتماء إلى جماعة من شأنها تكدير الأمن العام. كل ذلك التحقيقات والتي منعنا فيها من تصوير أوراق التحقيقات كما هو ثابت بالبيان الذي سطرناه في بيان جبهة الدفاع عن متظاهري مصر. ولذلك الآن سأسمح الفرصة لزميلتي رجية عمران في الحديث حول المحاكمات العسكرية وزميلتي فاطمة سراج بعدها وزميلي عمرو إمام، وفي نهاية المؤتمر نوصي بالآتي:
خمس طلبات وزعناها في البيان الصحفي. أولا السماح لوفد من نقابة أطباء مصر وكذلك من محامين الجبهة بزيارة المتهمين المصابين بالسجون المختلفة والوقوف على حالتهم الصحية وكذلك نقل أي متهم يحتاج للعلاج للمستشفى اللازم. ثانيا إثبات جميع إصابات المتهمين وعرضهم على الطب الشرعي فورا وسماع أقوالهم كمجني عليهم. ثالثا نقل جميع التحقيقات إلى النيابة العامة أو انتداب قاضي تحقيق من قبل وزير العدل في الوقائع المنسوبة والمزعومة للمتهمين طبقا لنص المادة 14 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية. رابعا قيام النائب العام بالقيام باختصاصاته في التحقيق في كل بلاغات التعذيب وخاصة أننا قمنا بتقديم إلغاء إلى النائب العام في وقع التعذيب الطالب حليم حنيش ونما إلى علمنا أنه سيقوم بأحالة البلاغ إلى النيابة العسكرية وهذا المطلب حيوي وضروري فلا يمكن إطلاقا عقلا ومنطقا أن يقوم الجلاد بالتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى نفسه ولذلك نطالب النائب العام بالقيام باختصاصاته بالتحقيق في كل وقائع التعذيب والانتهاكات التي حدثت بالنسبة للمتهمين أو غير المتهمين في محيط منطقة العباسية. خامسا إعلان قائمة بجميع أسماء المتهمين من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري وكذلك أماكن احتجازهم سواء في السجون أو المستشفيات. سادسا تنفيذ قرارات جميع قرارات إخلاء السبيل فورا صدورها دون التباطؤ في أي إجراءات وهمية من قبل مصلحة السجون. في النهاية لا يسعني إلا شكر جميع المحامين المتطوعين غير في جبهة الدفاع عن متظاهري مصر لمجهودهم في التواصل سواء مع المتهمين أو أهليهم من الضحايا. وأترك الآن الكلام لزميلتي الأستاذة ربيعة عمران المحامية. شكرا محمد. انا للاسف هبتدي بشويه يعني نظره حزينه ان احنا بعد سنه ونص تقريبا من الثوره وبعد حمله لا المحاكمات العسكريه اللي كانت ناجحه جدا وقعدنا فتره ما كانش فيه اعداد كبيره يمكن كان فيه محاكمات عسكريه بسيطه بس النهارده القبضه بتاعت العباسيه دي اكبر عدد من المتهمين يمثلوا أمام القضاء العسكري من أول أحداث الثورة. يعني دي أكبر قضية حتى أكبر من اعتصام 9 مارس اللي تم فضه بالقوة في 2011. فدي حاجة حزينة جدا بالنسبة لي إن إحنا ما فيش أي حاجة اتغيرت وكل النظام اللي هو كان من أول الثورة لغاية الآن في المحاكمات العسكرية مستمر. المشاكل زي ما هي يمكن إحنا عشان بقالنا سنة وأكتر متواصلين هناك أنا وبقية الزملاء من جبهة الدفاع ومحامين آخرين فعرفنا شوية الطريق بس حصول على المعلومات ما زال يعني في مشكلة. مشكلة إن الأهالي تعرف أولادهم فين. إحنا أول يوم جمعة 4 مايو قعدنا يمكن ساعتين ثلاثة منتظرين بس كشف الأسماء وممنوع إن إحنا ننطلع على الكشف. الكشف بيتقري وبنقعد نكتب واللي بيسجل ونفرغ يعني أسلوب غير حضاري في ان انت حتى لو انت عندك حد مقبوض عليه من حقك ان انت تعرف ومن حق المحامين ان هم يطلعوا على الكشف. من اول ما حد بيتقبض عليه لغاية اخلاء السبيل بنواجه يعني مشاكل كثيرة في الاجراءات. ده غير بقى داخل المحكمة العسكرية ان التحقيقات بتتم بسرعة في اوقات كتيرة لو ما كناش احنا او محامين اخرين موجودين موكلين من الاهالي بيضطر المحكمة انها تطلب محامين منتدبين. المحامين دول بيقبضوا من خلال المحكمة العسكرية من خلال نقابة المحامين وما بيهتموش. يعني احنا جزء الشغل الجبهة مش فقط الدعم القانوني ولكنه الدعم للاهالي في حالات خاصة جدا بنحاول ندخل ادوية. مجموعات جبهة الدفاع مش بس محامين في مجموعات كتيرة بتدعم العمل الجماهيري ومتطوعين وعلى مدى العشر أيام اللي فاتت في مجموعات متطوعة قامت بجمع تبرعات لإمداد المقبوض عليهم بالإعاشة وفعلا عرفنا في أوقات كتيرة خلال جلسات الاستئناف إن احنا
ندخل الإعاشة دي سواء من ملابس أو أكل أو شرب. وطبعا برضو بيبقى فيه مشاكل عشان يعني وده أبسط حقوق أي حد مقبوض عليه إنه توصله الحاجات دي. فالصورة للأسف يعني مش عارفة أقول إيه، بس يعني المرحلة اللي جاية واضح إن هيبقى لسه فيه محاكمات عسكرية كتيرة. إحنا عمالين بنسمع كمان عن ناس بيجي لها ضبط وإحضار في حالات، أنا وصل لي من خلال الخط الساخن بتاع مجموعة للمحاكمات العسكرية في أخين تم القبض عليهم من بيتهم امبارح وبيتحقق معاهم في المحكمة العسكرية. فأنا بسأل دلوقتي أولا ما موقف مرشحين الرئاسة من اللي بيحصل حاليا؟ لا أعتقد أن أنا سمعت عن أي أحد من مرشحين الرئاسة بيتحدثوا عن أحداث العباسية أو تضامنوا مع المعتقلين. فين أعضاء مجلس الشعب اللي كنا بنضغط عليهم عشان تعديل قانون المحاكمات العسكرية؟ للأسف تعديل قانون اتنشر في الجريدة الرسمية يمكن 3 أيام أو يومين بعد أحداث العباسية، وهو التعديل اللي احنا نرفضه لأنه لم يغير شيئا. والمطالبة بتاعتنا أن هي عدم إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية أي ما كانت الجريمة. فده الوضع الحالي. وإحنا غدا ويوم السبت في جلسات التجديد لبقية المجموعة اللي هي الجزء الأكبر من المقبوض عليهم ما زالوا محتجزين في السجون. وفي يعني معلومات لدينا أن الموضوع مش هيتحفظ، أن هيبقى فيه قضية. أن طبعا من الوسائل التي تستخدم الآن هي كل التسجيلات اللي بتظهر على اليوتيوب وعلى الإنترنت، وسهل جدا أن الناس يعني بيحصل أن بيبقى فيه فيديو موجود فيه صور لناس معينة في أحداث العباسية أو أحداث أخرى، وبيتم طباعة الصور دي وبيدوروا على الناس اللي قامت بالأفعال أو الموجودة في الصور، وهي بتتم بالطريقة دي. ففي تخوف المرحلة القادمة. وطبعا احنا نتمنى ان يبقى في دعم شعبي للاهالي المعتقلين. زي ما محمد قال المعتقلين في القبضة دي يمثلوا فعلا كل اطياف الشعب المصري، يعني مش المجموعة اللي هم السياسيين او اللي بينزلوا في التحرير او كذا، لا في كل الاطياف، طلبة، محامين، مهندسين، موظفين، عمال، كل الانواع والاشكال موجودة. ومن الحاجات المحزنة جدا ان احنا في كل مجموعة حضرنا معاها في قاعات المحكمة العسكرية على الاقل من كل 25 لقينا 2 أو 3 مرضى نفسيين، ودي حاجة محزنة جدا ان هم بيتقبض عليهم والمحقق بيحقق معاهم وبيتحجزوا، ولغاية ما بيبقى فيه جلسة لو احنا ما كناش مثلا في اوقات كتير احنا ما حضرناش طبعا مع كل الناس، ممكن ما نكونش حضرنا مع الحالات دي، ان احنا بنفوجئ في المحكمة ان الشخص ده حتى مش عارف ان هو اهله ما عرفش يتصل بيهم. في حالات كتيرة جدا مش بس المرضى، بس حالات كتيرة مثلا من المحافظات مش بس من القاهرة وما عندهمش اي وسيلة للاتصال باهليهم. وده الجزء اللي احنا كجبهة الدفاع المتظاهري مصر نقدمه ايضا، مش بس الدعم القانوني بس الاتصال بالاهالي ومساعدتهم في زيارة اولادهم. مش عايزة اطول عليكم وهترك الكلمة لزميلتي فاطمة سراج. شكرا. انا بشكر زملائي استاذ محمد عبد العزيز واستاذ رجي عمران. انا هتكلم باختصارا كده سريعا عن وضع الطلبه في المحاكمات العسكريه اللي حصلت واللي تم القبض عليهم في احداث العباسيه. عدد الطلبه اللي احنا قدرنا نحصرهم هو 60 طالب. العدد ده تقريبي 8 منهم من جامعه عين شمس، واللي تدخل نائب رئيس الجامعه في الافراج عنهم بدءا في اول الاحداث، الا ان رؤساء الجامعات الاخرى ما تدخلوش بنفس التدخل اللي عمله نائب رئيس جامعه عين شمس للافراج عنهم، مع ان عدد الطلبه في جامعه الازهر كان 10. وكان رئيس الجامعه قال تصريح بان هو تدخل عند عادل المرسي في ان هو يفرج عنهم، وده للاسف خبر غير صحيح. العشرة الطلبه من جامعه الازهر كلهم نزلوا جلسات استئناف امر حبسهم، وتم تقديم شهادات بان هم طلبه وخرجوا بناء على استئناف قرار امر حبسهم 15 يوم، مش زي ما قال رئيس جامعة الأزهر بأنه تدخل وتم الإفراج عنهم من قبل ما يتحقق معهم. لا، العشرة طلبة من جامعة الأزهر تم التحقيق معهم وتم توجيه تهم ليهم وتم التحقيق معهم وصدر قرار بحبسهم فعلا 15 يوم، وقضوا الجزء منهم قضى 8 أيام والجزء منهم قضى 4 أيام لغاية لما نزلوا جلسات الاستئناف.
في 7 من جامعة حلوان، ده نفس الأمر برضو رئيس جامعة حلوان ما تدخلش وتم الإفراج عنهم في جلسات الاستئناف. أما عدد الباقي من طلبة كانوا جامعات مختلفة، سواء كانت جامعات إقليمية أو جامعات خاصة أو معاهد أو أكاديميات خاصة. احنا قدمنا، عرفنا ان احنا نقدم لكل الطلبة طلبات استئناف امر الحبس، ونزلوا فعلا جميعهم جلسات استئناف، وقدمنا في جلسات الاستئناف امر حبسهم الشهادات اللي بتثبت ان هم مقيدين في الفرق الكليات اللي هم تابعين ليها والجامعات اللي تابعين ليها، وقدرنا ان احنا نقدم جداول الامتحانات بتاعتهم اللي بتثبت ان الامتحانات بتاعتهم قربت، وان هم في استد يعني في لزوم بان هم يخرجوا ويقضوا الامتحانات بتاعتهم. تم الافراج عن جميع الطلبه ما عدا طالب واحد زي ما ذكر استاذ محمد عبد العزيز، هو اسمه محمد خليفه محمدين، ده طالب في كليه التجاره جامعه سوهاج. احنا لغايه دلوقتي مش عارفين ايه السبب الرئيسي اللي خلى المحكمه العسكريه ترفض طلب الاستئناف، ما على الرغم من ان رئيس جامعه سوهاج خطبنا رسميا بخطاب رسمي من مكتب رئيس الجامعه، وقال فعلا وذكر فيه ان محمد خليفه ده طالب ومقيد بكليه التجاره جامعه سوهاج. الخطاب ده عندنا وهنقدمه للمحكمه العسكريه، بس احنا عايزين دلوقتي بنطلب النيابه العسكريه ان هي تخاطبنا رسمي ونعرف منها سبب عدم الافراج عن محمد خليفه، لانه كمان وضعه حساس جدا، لانه عنده امتحانات يوم 28/5 وهو في امس الحاجه للخروج لان هو يقضي امتحاناته ويمتحن. احنا لينا طلب اخر هي من النيابه العسكريه، هي ان هي تتم اسقاط جميع التهم عن الطلبه نظرا لان خطوره شديده من محاكمتهم قدام المحكمه العسكريه، لان هم عندهم امتحانات ووضعهم حساس جدا. احنا بنطلب من المحكمه والنيابه بان هي تسقط جميع التهم عن الطلبه، ونامل بان احنا نعرف لو في امكانيه ان احنا نتابع مع الاهالي لو في اي طالب ما خرجش لسه، ان هي الاهالي يخاطبونا وان احنا نحاول ان احنا نخرج الطلبه في اسرع وقت ممكن. انا كده انتهيت من جزء الطلبه، وهسيب جزء الصحفيين للاستاذ محمود خالد زميلي اللي متابع الصحفيين. وبس الاول انا حابب انوه على انه كان في الاحداث الاخيره دي تعمد للاعتداء على الصحفيين، يعني مجرد ما حد بيقول ان هو صحفي او ان هو اعلامي او مجرد وجود كاميرا في ايد اي حد او اجهزه كان بيتم الاعتداء عليه ومصادره الكاميرات دي ومصادره الاجهزه، واحنا عملنا حصر بالاعلاميين والصحفيين اللي تم اعتقالهم او تم الاعتداء عليهم وسابوهم بعد كده. بالنسبه للاعتقال والقبض، في 5 من قناه 25 مصر 25، وفي 2 من جريده البديل. الاثنين دول اللي من جريده البديل، في واحد منهم عمل عمليه في دراعه وركب مسمار وشرايح ورد مفصل، والتاني مصاب بقطع في الراس وكذا. وفي 2 من جماهير الثوره، واحد منهم خرج مع المجموعه اللي خرجت، يعني هم الصحفيين اتعرضوا يوم 4/5 يوم الجمعة 4/5، وتم إخلاء سبيلهم كلهم يوم 6/5 بناء على مخاطبات ما بين نقابة الصحفيين والنيابة العسكرية، لأن دول كانوا بيمارسوا عملهم في الأحداث. وفعلا النيابة العسكرية استجابت لده وأفرجت عن جزء كبير منهم. بس بالنسبة لجماهير الثورة دي، في واحد منهم أخلى سبيله يوم 6/5، والتاني عملنا له استئناف أمر حبس وخرج يوم 13/5. وفي واحد من قناة النهار، وفي واحد من جريدة الفارس المصري، وفي واحد من قناة الحكمة. كل دول زي ما قلت ان هم اخذوا اخلاءات سبيل يوم 6/5 بناء على مخاطبات من نقابة الصحفيين والنيابة العسكرية. بالنسبة للتعديات واتلاف المعدات اللي كانت مع الصحفيين او الاعلاميين والضرب، في واحد من موقع حقوق، وفي واحد من جريدة النهاردة، وفي واحد من البديل، وفي 3 من المصري اليوم، وفي 7 من الوطن، وفي واحد من مصراوي موقع مصراوي، وفي واحد من جريدة الجمهورية، وفي واحد من الدستور، وفي واحد من التحرير، وفي 2 من صدى البلد، وفي واحد من جريدة الشروق. بس اللي حابب أنا أنوه عنه إن في صحفي حتى الآن موجود على ذمة التحقيقات اسمه محمود حسين محمود، دوت صحفي في جريدة سينا، وهو من قوة الاعتداء عليه ومن وإن هم ضربوه على دماغه أكتر من مرة،
تم اصابته بحاجه قريبه، انا ما اعرفش بس هي قريبه لفقدان الذاكره، ان هو مش فاكر ابوه ومش فاكر حد من المحامين اللي حضر معاه التحقيقات. ودوت احنا قدمنا طلب يوم الاحد 13/5 بحالته للمستشفى النفسي والعصبي حتى ولو يكن تابع للقوات المسلحه عشان ظروفه الصحيه بس، وفعلا وافقوا على الطلب دوت، بس لحد دلوقتي ما تمش حالته المستشفى، وده ممكن حالته تسوء اكتر من كده، لانه بصراحه لما عملنا له استلاف امر الحبس اللي هو كان يوم 13 ده كان يعني كانت حالته صعبه جدا يعني. بس حابب اقول ان الاعتداءات اللي حصلت على الصحفيين بشكل تفصيلي وبشكل مفصل هتكون موجوده في تقرير احنا بنعمله هنا مؤسسه حريه الفكر والتعبير، وعاملين شهادات للصحفيين والاعلاميين اللي تم الاعتداء عليهم، وهنصدر التقرير ده قريب بعدد من الفيديوهات وعدد من التسجيلات مع الصحفيين والاعلاميين. بس هو يعني الاعتداءات ما كانتش لحظه الضرب بس، الاعتداءات كانت حتى لما الناس راحت بعد ما اخذوا 15 يوم حبس على ذمة التحقيق وراحوا للسجون سواء طورة او غيره، كان في حفلة استقبال ليهم، وكان تحديدا يعني مقصود بيها اهانة الصحفيين وكسر كرامتهم بمعنى او اخر. شكرا. انا في حاجة بس عايز انوه عليها ضمن احداث العباسية، ان احنا عندنا اكتر من حدث مرتبط بحدث العباسية. عندنا حدث حصل في السويس في ذات التوقيت هيكلمنا عنه زميل عمرو، وفي حدث اخر حدث تاني يوم من احداث العباسية وهو القبض ايضا على المتضامنين مع المتهمين في احداث العباسية بتاريخ 5/5 الساعة 12 الظهر، كان في وقفة